السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية فرع الجغرافيا. النهاردة استكمالا للحديث عن الوحدة الأولى خيرات وطننا العربية، هنتكلم عن الدرس الثاني المحاصيل الزراعي. زي ما احنا متعودين من أول بنبدأ الدرس بالمراجعة الجزئية. أول سؤال بيقول لي بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي؟ بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي؟ طبعا ده بسبب تنوع الأقاليم المناخية في الوطن العربي. السؤال الثاني عندي بيقول لي صوب ما تحته خط التربة الخصبة وموارد المياه من العوامل البشرية لقيام الزراعة. طبعا لا، دي كده العوامل الطبيعية. رقم 2 في صوب بيقول لي توجد التربة الخصبة على جانبي نهري جوبة وشبيلي في العراق وحاطط خط تحت العراق. طبعا لا، نهري جوبة وشبيلي مش في العراق، الموجودين اللي جوبة وشبيلي موجودة في دولة الصومال. تعالى بقى كده نبدأ نتكلم مع بعض عن المحاصيل الزراعية اللي موجودة عندي في الوطن العربي. طبعا عندي المحاصيل الزراعية دي بتتنوع نتيجة لتنوع المناخ، يبقى نتائج تنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. طبعا وتنوع المحاصيل ده كان سبب في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. بيقول لي الوطن العربي بينتج العديد من المحاصيل الزراعية، لو جيت قسمتهم على حسب الاستخدام هلاقي عندي ان انا عندي محاصيل حبوب غذائية زي قمح زي ارز زي شعير زي ذرة شامية وذرة رفيعة، وعندي كمان محاصيل صناعية وتجارية زي القطن وقصب السكر وبنجر السكر والبن زي ما احنا شايفين قدامنا في الصور، وعندي كمان محاصيل اشجار مثمرة وفاكهة زي التمر والموالح والعنب والزيتون. تعالى بقى سنة تانية نشوف كل نوع من أنواع المحاصيل في الوطن العربي على حدة، ونشوف إيه هي أهم المحاصيل التي تنتج وتزرع في الوطن العربي. وهنبدأ بالحبوب الغذائية. من شوية الميس قالت لنا أمثلة للحبوب الغذائية، قالت لنا عندك القمح والأرز والشعير والذرة الشامية إلى جانب الذرة الرفيعة. تعالى مع بعض سنة تانية بقى نشوف أهم الحبوب الغذائية التي تزرع في الوطن العربي. بقول يا مستر، تعد مصر أكبر دول العالم العربي إنتاجا للحبوب الغذائية. طيب اهم الحبوب الغذائيه اللي تزرع في الوطن العربي هو محصول القمح. تعال نشوف ايه موضوع محصول القمح. قال لي مستر اول حاجه القمح من المحاصيل الشتويه، يعني موسم الزراعه بتاع محصول القمح هو الشتاء. مش بس كده، قال لي مستر ليه ظروف ملائمه مناخيه خاصه زي الحراره المعتدله والتربه الخصبه جيده الصرف. يبقى اول حاجه عايزك تعرفها عن القمح ان هو محصول شتوي. الحاجة التانية عايزك تعرفها ظروف الملائمة لزراعته هي الحرارة المعتدلة والتربة الخصبة جيدة الصرف. طيب بيقول لي كمان أهم الدول المنتجة للقمح في الوطن العربي هي مصر والمغرب وسوريا. على الترتيب مصر والمغرب وسوريا، يعني هنا المغرب رقم 2 في إنتاج القمح، بتكلم على مستوى الوطن العربي. مصر رقم 1، سوريا رقم 3، فأنا كده جايب لك الدول بإنتاجها على الترتيب. زي ما المستر كلمنا عن القمح كأحد أهم الحبوب الغذائية، هبدأ دلوقتي برضو أتكلم عن الأرز كأحد أهم الحبوب الغذائية. طبعا احنا اتفقنا ان احنا عندنا عدة نقاط أساسية هنتكلم فيها، كمن موسم الزراعة والظروف الملائمة للزراعة وأهم الدول اللي هتنتج لي المحصول ده. بالنسبة لمحصول الأرز، طبعا موسم الزراعة بتاعته في فصل الصيف، يعني هو محصول صيفي. طيب الظروف الملائمة لزراعته، هو بيحتاج لحرارة مرتفعة ومياه وفيرة وتربة طينية ثقيلة. طيب بيقول لي هنا هو بيعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي طبعا لعدم توفر ظروف زراعته في كثير من المناطق. طيب أهم الدول المنتجة بالترتيب، طبعا بلاقيها عندي هنا مصر والعراق. لما يجي لي يقول لي تستأثر مصر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز، هقول له كده خاصة في شمال الدلتا، هقول له بسبب توافر شروط زراعته اللي هي حرارة مرتفعة ومياه وفيرة وتربة طينية ثقيلة. عندنا سؤال متفوقين سنة تانية، السؤال بيقول لي بما تفسر يعد محصول الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. سؤال مرة تانية، بما تفسر يعد محصول الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. بعد كده بيقول لي هيبقى نتكلم على المحاصيل الصناعية والتجارية. كلمة المحاصيل الصناعية والتجارية هي المحاصيل التي توفر المادة الخام والتي تدخل بعد ذلك في بعض الصناعات. مثال طبعا القطن. القطن اولاد موسم زراعته طبعا هو فصل الصيف، محصول صيفي. اما عن الظروف الملائمه، الحراره المرتفعه والتربه الخصبه جيده الصرف وكذلك الايدي العامله الوفيره ذات الخبره. طيب ايه كمان، ايه اهميته الاقتصاديه؟ انت بتقول لي محصول صناعي تجاري. قال لي مستر اهميه القطن ان هو يعتبر من اهم الالياف الطبيعيه التي تستخدم في صناعه المنسوجات. كمان اهم الدول المنتجه لمحصول القطن في الوطن العربي
مصر والسودان وسوريا والمغرب، هم دول الاربع دول. يبقى هنا الخص لك كده موضوع القط. القط من المحاصيل الصناعيه والتجاريه، موسم زراعته الصيف، ظروف ملائمه الزراعه بتاعته حراره مرتفعه وتربه خصبه وجيده الصرف وايدي عامله وفيره ذات خبره. الاهميه الاقتصاديه بتاعت القطن ان هو من اهم الالياف الطبيعيه المستخدمه في صناعه المنسوجات. اهم الدول المنتجه للقطن في الوطن العربي مصر والسودان وسوريا والمغرب. هنتكلم عن تاني محصول عندنا من المحاصيل الصناعيه والتجاريه او بتدخل في الصناعه والتجاره، هلاقي عندي محصول قصب السكر. هبدا برضو في البدايه كده هتعرف على موسم زراعته، هعرف ان هو محصول صيفي لانه بيزرع في فصل الصيف. طيب يا ترى ايه الظروف الملائمه لزراعته؟ بيقول لي هو بيحتاج لجو مشمس معظم ايام السنه، الى جانب انه يحتاج لتربه خصبه ومياه وفيره. طيب يا ترى ايه الاهميه الاقتصاديه بتاعته؟ هلاقي ان هو بيدخل في صناعه السكر والورق والخشب. طب اهم الدول العربيه، هعرف كده ان هي بالترتيب طبعا مصر اولى الدول وتليها السودان. يبقى لو جيت كده اتكلمت عن قصب السكر تاني هعرف ان هو محصول صيفي. طيب ظروف زراعته ايه؟ جو مشمس طوال العام، تربه خصبه، مياه وفيره، الى جانب انه يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعه السكر والورق والخشب واولى الدول مصر والسودان. عندنا النوع الثالث وهي الاشجار المثمره والفاكهه. اهم الاشجار المثمره والفاكهه طبعا هو التمر او النخيل. قال مستر يضم الوطن العربي 90% من اشجار النخيل في العالم، طبعا رقم كبير جدا. يعتبر الوطن العربي هو اكبر مكان يتم فيه زراعه النخيل. زي المعلومه اللي قدامك ديت، بيضم الوطن العربي 90% من اشجار النخيل في العالم. طبعا اولى الدول المنتجه لاشجار النخيل ديت هي العراق. يبقى اولى الدول المنتجه لاشجار النخيل في الوطن العربي هي العراق. تاني محصول عندي من الاشجار المثمره والفاكهه هلاقي عندي الموالح. بيقول لي هنا يسهم الوطن العربي بنحو 10% من انتاج الموالح في العالم. دي بقى زي مثلا الليمون، زي اليوسفي، زي البرتقال، دي كلها موالح. بيقول لي يسهم الوطن العربي نحو 10% من انتاج الموالح. اولى الدول طبعا في انتاج الموالح هلاقي عندي دولة فلسطين. يبقى احنا كده سنة تانية اتكلمنا من بداية درسنا عن انواع الحبوب الغذائية وانواع المحاصيل عندي، سواء كانت حبوب غذائية او محاصيل صناعية وتجارية او اشجار مثمرة وفاكهة. عرفنا كل محصول الظروف الزراعية الملائمة لزراعته، عرفنا هو محصول صيفي ولا شتوي، وعرفنا كل محصول كمان اهميته الاقتصادية، وعرفنا اولى الدول اللي بتنتج كل محصول عندي. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس ونشوفكم في دروس تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.